أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا ختم الوكالة اليوم. إن شاء الله مسائلها يعني أكثرها درستوها في القدور فتكون أسهل عليكم إن شاء الله. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي وعند غيره. هذه مسألة درستوها في القدور، درستوها أيضا في الأصول. أنا عندما أوكل مثلا عزيز في خصومة، أنا وكلته مثلا، بقصد مثلا يطالبني بمال بألف دينار، فأنا وكلت عزيز من أجل أن يدفع الخصومة، يعني يثبت أن لا يوجد ألف دينار لمقصد علي. ثم مقصد أتى بما يدل على ذلك وعزيز صدق، أنا وكلته أن يقول لا، يعني أن يدفع الخصومة، فعزيز قال نعم. هي معناها إذا قال الوكيل نعم، يعني أقر على مين؟ على الموكل. فصار فيها خلاف، هل إقراره على الموكل مع أنه وكله ليدفع الخصومة؟ نحن في مذهبنا نعم معتبر إقراره على الموكل، لأن يعني هذا حق ولا يجوز أن يكذب ويصر على الباطل وكذا وكذا، واعتبرنا الوكالة أعم بحيث تشتمل نعم ولا، يعني له أو ليس له، فهمناها. إذا قال وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي، يعني أقر عليه، أقر إيش؟ يعني أقر مثلا لا حق لي، أقر علي، فإقراره صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يعني أنا قبل قليل ذكرت لكم صورة، صورة هنا مذكورة مثلا أخرى، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، اللهم صلي على سيدنا رسول الله. أنا وكلت عزيز بأي شيء كان، ثم هو الآن يقول عند القاضي مثلا لا حق لموكلي، أو يقر بشيء علي لا لي، فهمناها. فعند أبي حنيفة قبل أن صدر منه الإقرار علي. الآن ولو مثلا كان في مجلس آخر وهو قال أقر بهذا موكلي كذا وله كذا، يعني أقر بشيء عليه لكن ليس في مجلس القاضي، في مجلس القاضي الآن لا يقبل، فقال إذا أقر في مجلس القاضي علي إقراره مقبول، بس إذا أقر في غير مجلس القاضي يقول وعند غيره لا. هذا عند أبي حنيفة ومحمد. أبي يوسف يقول ولو كان إقراره في غير مجلس القاضي يقبل، تبهتم؟ يعني سواء في مجلس القاضي، يعني أقر في مجلس خارجي علي، على مين؟ على موكله، ثم الآن يأتوا بشهود يثبت أنه أقر في مجلس خارج، عند أبي حنيفة لا يقبل صح؟ وعند أبي يوسف يقبل، لكن عند أبي حنيفة صدقتي. طيب على ما أذكر إقراره في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة يخرجه من الخصومة، فهمناها؟ يعني خلاص لا يصلح أن يصبح وكيل عني، بصورة كأنها غير مذكورة، غير مذكورة. إذا نتكلم، إذا أقر علي في مجلس القاضي قبل أبو حنيفة، إذا أقر علي في غير مجلس القاضي لا يقبل أبو حنيفة ومحمد، اتفقنا؟
عند أبي يوسف يقول حتى ولو أقر في غير مجلس القاضي إقراره صحيح إذا استطعنا أن نثبته. الآن بس هنا شيء غير مذكور أنه إذا أقر في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة أذكر أنه يخرج من الخصومة، يعني لا يصلح بعدها أن يكون إيش وكيلا عني. يقول هنا وعند زفر وهكذا عند الشافعي لا يجوز أصلا لأنه مأمور بالخصيمة لا بالإقرار. الآن هي رجعت للمسألة الأولى التي شرحتها لكم قبل الشرح الأخير. أول ما تكلمت قلنا هو موكل بأن يدفع، هو الآن أقر علي، فزفر والشافعي قالوا أصلا إقراره غير مقبول، فصار عندنا أول شيء إقراره غير مقبول الذي قلناه في البداية، بس هذا ليس عندنا عند زفر إيش لا يقبل أصلا إقراره لأنه موكل بأن يدفع لا بأن يقول نعم. فهمناها؟ نعم. الآن نحن عندنا لا إقراره صحيح، بس إقراره صحيح عند من؟ أبو حنيفة قال في مجلس القاضي، أبو يوسف قال في المجلس القاضي وفي غيره. خلاص انتبهوا كلها مرتبطة مع بعضها لا بالإقرار. ولنا أن الخصومة يراد بها الجواب، نحن نقول عندما أنا وكلته بالجواب مطلقا، والجواب يشمل نعم ويشمل إيش لا، يشمل أن يقر علي أو يدفع عني، فيتضمن الإقرار. كتوكيلي رب المال كفيله بقبض ماله عن المكفول عنه. لو سمحتم ما هي صورة المسألة هذه؟ توكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن ايش؟ عن المكفول عنه. ونريد حتى نعرف الصورة شوي، الصورة فيها لوفة. انزلوا الهامش ثلاثة في الأسفل، الهامش ثلاثة يقول إذا كان، ونمشي فيه خطوة خطوة، إذا كان لرجل على رجل دين، أنا لي على عزيز 1000 دينار، أنا لي على عزيز 1000 دينار لرجل على رجل، وكفل به رجل، مقصد كفل مين؟ عزيز. أنا طالب، عزيز مطلوب، احفظها، أنا طالب، أنا موكل، لا ما فيها توكيل، أنا دائن فقط، دائن ومكفول له، وهو إيش؟ مديون ومكفول عنه، ومقصد إيش؟ كفيل. الآن فوكل الطالب، مين الطالب؟ أنا الكفيل، رحت وكلت مين؟ مقصد كفيل أصلا، عزيز مديون ومقصد إيش؟ كفيل. فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين، قلت له اقبض الدين الذي على مقصد، معني انا اطالبه هو واطالب هو وطالب عزيز بقبض ذلك الدين من الذي عليه، من الذي عليه؟ من عزيز. الان هذا التوكيل لا يصح. اول شيء الصورة فهمناها، دعونا من لماذا الصورة فهمناها، نقرأ المتن مرة أخرى حتى نعرف الصورة التي قرأناها تحت. انظروا، كتوكيل رب المال، أنا رب المال كفيله، كفيل مين؟ الكفيل الذي يعني يكفل لي، كفيله بقبض ماله، بقبض الدين لي عن المكفول عنه عن عزيز. الصورة عرفناها. الآن لماذا؟ قالوا لأن الكفيل يعمل لغيره، وفي هذه الصورة الكفيل أصبح يعمل لنفسه، لأن أنا أطالب أصلا اثنين، أطالب عزيز وأطالب مقصد، أطالب الكفيل وأطالب المديون، فعندما أوكله بأن يحضر الدين من عزيز هو سيستفيد أنه تبرأ ذمته، فصار التوكيل أنا عندما وكلت خذ المال من عزيز وأعطني، هو الآن أخذ وأعطاني لنفرض هذا أو يفعل هذا الشيء، هو الآن بإعطائه لي برئة، وهو أصلا بدون وكالة، لا نريد وكالة، لا نريد وكالة، هو بدون وكالة عليه أن يقوم بهذا العمل، يعني أن يدفع المال من نفسه أو من عزيز، مش وكفيل، فأنا وكلته بشيء أصلا عليه،
أو بعمل له. أنا وكلتك بأن تزوج نفسك، إيش بدك في وكالتي؟ ما أنت تزوج نفسك لوحدك. الكفيل يعمل لغيره، هو الآن صار يعمل إيش؟ لنفسه. فهمناها؟ الكفيل. لذلك انظر ماذا قال، قال كما لا يصح توكيل رب المال كفيل بقبض المكفول عن المكفول، لأن الوكيل من يعمل لغيره، وها هنا يعمل لنفسه. فهمناها؟ يقوم بعمل هو لنفسه، هو سيبرأ ذمته وكذا. طيب، ومصدق، هاي المسألة من أسئلة القدور، بس أرجو تركزوا فيها، إن شاء الله سهلة، نسأل الله يسرح علينا. أخبركم صورة قبل أن أقرأها شوية أبنائي. يا رب تغفر لنا، يا رب تغفر لنا، يا رب تغفر لنا. الآن أنا ذهبت لعزيز على أني وكيل، أنا وكيل، بس وكيل عن مين؟ نفترض عن مقصد، أنا وكيل عن مقصد. وذهبت لعزيز وقلت أنا وكيل عن عزيز بألف دينار دين له عليك، أعطني إياها. أنا وكيل بالقبض، بقبض ديني، مقصد من مين؟ من عزيز. ها، قبض الدين، يعني مقصد يريد من عزيز ألف دينار، وأنا وكيل بأن أخذها من مين؟ منهم. الآن إذا هو صدقني أنني أنا وكيل، قال نعم أنت وكيل صدقني، يجبر على دفع الدين لي. إذا إيش؟ صدقني، صدق، قال أنت وكيل، بعد أن قال نعم أنت وكيله، ثم يقول أنا لا أدفع لك، أستطيع قضاء أن أجبره على أن يدفع لي. فهمناها؟ صدقني، انظر، ومصدق الوكيل، يعني هو مديون، أنا وكيل بقبض دين لمين؟ لعزيز، لشخص أي كان، إن كان غريما أمر غريما، ما معناه هو غريم، يعني عليه مديون، أمر بدفع دينه إلى الوكيل، أي أن ادعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض دينه من الغريم فصدقه الغريم، أمر بتسليم الدين، أمر قضاء. انتهينا للآن، مفهومة؟ الحمد لله. ثم الآن جاء مقصد إلى مين؟ إلى عزيز، يقول له أعطيني ديني. قال أنا دفعت لوكيل. قال أنا لا وكيل لي. كذب، قال أنا لا وكيل لي، يؤمر بالدفع ثانيا، لأنه مقصد ما شأنه، صحيح؟ هو الذي صدق، هو الذي يتحمل، وهو الآن يرجع إلي، يرجع إلي فيما بقي من يدي من الآن. لو فرضت أنا الألف دينار صرفتها، لا شيء له، لأنه احتمال مقصد يكذب، وارد ولا مش وارد؟ وارد انه كذا كذا، وهو صدقني، فان بقي شيء معي من المال ياخذ. فهمناها؟ نقرا. ثم ان كذبه الغائب، الغائب قال انا لا يوجد لي وكيل، دفع الغريم اليه ايش؟ ثانيا، ورجع به من الغريم على الوكيل فيما بقي وفيما ضاع، أنا يدي يد أمانة، مش صرفت، يعني ضاع المال مني، بلاش نقول صرفته، آسف، بدل صرفته أقول ضاع المال من يدي، لأن يدي يد إيش؟ أمانة، آسف مش صرفته، نعم، لأن غرضه من دفعه براءة ذمته، يعني هو عندما دفع لي أراد إيش؟ أن تبرأ ذمته، فإذا لم يحصل غرضه ما برأت ذمته، ينقض الدفع، ينتقض الدفع، يعني علي أن أرد إليه. أما إذا ضاع لا يضمنه، لأن يدي يد إيش؟ أمانة، مش صرفته، ضاع، لأنه اعترف أنه محق في القبض. لماذا لا أضمن له جميع المال أنا؟ لأنه هو صدقني، صح؟ وقال أنني محق، واحتمال الطرف الآخر يكذب، وارد. والاسترداد أسهل من التضمين، مجرد استرداد، فله ولاية ذلك، لا ولاية هذا، يعني لا يضمني، وإنما فقط يسترد دينه. انظروا، إلا إذا كان ضمنه عند دفعه. أنا الآن
قلت ادفع لي وانا ضامن، ان تبين اني لست وكيل سادفع لك. فهمناها مثال يعني، فهمناها في البداية دفع لي بدون ان انا اتحمل ضمان، او دفع اليه على ادعاء غير مصدق، يعني ادعيت اني وكيل فهو لم يصدقني ولكن ايش دفع. في صورتين، صورة في نفس الفكرة، نحن ما زلنا لان دفع الي بعد ان ضمنت، انا قلت له انا اضمن، انت بين كذا انا اضمن، فالان اصبحت يدي ليست يد امانة، يد ايش ضمان. والصورة الاخرى انا لم اصدق ولكن هو ادعى فدفعته، اي بان قال الوكيل اذا حضر الغائب وانكر التوكيل فاني ضامن لهذا المال، خلاص. او الغريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير ان يصدق وكالته، ففي هاتين الصورتين ان انكر الغائب فالغريب يضمن كامل ان ضاع ايش المال، لانه وديع. ايش بتسال يا ايش بتسال؟ بقول الزم نفسه. وان كان ايش دي مساله الدرك، مساله ايش الدرك يعني ضمنه. وان كان مودعا لم يؤمر بدفعها. الان الصوره التي قبل قليل ذكرناها هي بس ليس مال نقود، وانما وديعة. انا لي مثلا مقصد له عند عزيز تليفون، وديعة عين. ثم انا ذهبت لعزيز واقول له اعطني انا وكيل بقبض الوديعة، وهو صدقني. نفس القصة، لا يؤمر بالدفع لي، لا يجبره القاضي عنده. لماذا؟ قبل قليل دين، والدين يثبت وصف في الذمة، صحيح؟ وبالتالي كل الديون نفس الشيء، فبالتالي عندما دفع لي وجاء يعطيه مال لا يضره، بس أنا أشرح بطريقة أخرى غير الذي سيشرحه هنا فلا يضر. بينما التليفون لو أعطاني إياه وهلك عندي التليفون، نفرض ليس تليفون يعني آسف يعني جديد، يعني بحيث أنه هو قيمي، يعني آسف قيمي قيمي يعني بحيث أنه مثلي آسف، وإنما تليفون مثلا مستعمل وما شابه ذاك، وبالتالي هو لا يستطيع أن يأتي لي بنفس التليفون، يعني هلكت الوديعة عندي، لأن هو ضيع حق مين؟ مقصد يريد هذا التليفون. هل يستطيع أن يحصل له على هذا التليفون أو يعطي نفس هذا التليفون؟ لا. انتبهتم؟ أنا أقرأ الآن. أي إن كان مصدق الوكيل مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة، لأن تصديقه إقرار على الغير، يقر على الغير، بخلاف الدين فإن الديون تقضى بأمثالها والمثل ملك المديون. طيب الآن بس فكرة الوديعة فهمنا، الآن سأشرح العبارة، أنا شرحتها بطريقة أخرى وفي ظني يعني أسهل في تقريب الفكرة. يعني في الدين ماذا قبلنا؟ لأن الدين لا يختلف، بس الوديعة والله مختلفة، وبالتالي سيلحق ضرر بالطرف الآخر. أنا هكذا شرحت. هو الآن بطريقة أخرى شرحها، قال الدين تعرف يملك، وبالتالي الدين يدفع بمثله، فهو عندما دفع الدين يبقى مثله موجود، فيستطيع أن يدفع لي، بينما الوديعة لا، الوديعة مختلفة يعني عين، فهي تبقى لمين؟ لمقصد. وبالتالي عندما تبقى لمقصد هو يقر، عندما يقر هل أقر على شيء لمقصد، بس الدين لأنها نفس الشيء أمثال، هو يملك الدين ثم يدفع مثله، فهو أقر على شيء يملكه، بس الوديعة هو يملكها لا يملكه، وشرحها بهذه الطريقة. ولو قال تركها المودع هاي مسألة أخرى. الآن بس لاحظنا قبل قليل في الدين كيف التفصيل، إنه في الديون إذا صدق يجبر بالدفع، بينما في الوديعة إذا صدق لا يجبر بالدفع. طيب الآن نحن أمام فكرة جديدة قريبة من السابقة،
أنا ذهبت إلى إلى عزيز وعنده وديعة وقلت مات المودع وأنا وريثه. فهمناها؟ ولو فهمنا الصورة، وعنده وديعة بس أنا قلت له مات المودع وأنا وريثه. لو قال تركها المودع ميراثا لي وصدقه إيش المودع أمر بالدفع إليه، أمر أن يدفع لي، أي ادعى أن المودع بات وترك الوديعة ميراثا لي وصدقه المودع أمر بالدفع إليه. في الأسفل في تعليل، لأن ملكه إذا مات قد زال، واتفقا على أنه مال الوارث فيدفعه لمين؟ وهو وارث يدفعه لهم. ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر به، ايش صورتها؟ انا اقول ذهبت، هو وديعة موجود عند مقصد عند عزيز، انا قلت اشتريت التليفون من مقصد وهو صدقني بالشراء ليكن، فادفعه لي. لا لا يؤمر بالدفع لي، لأن لا يوجد عندي وكالة بالقبض، هو صدقني بالشراء بأن اشتريت، ما شأن الشراء بأن يدفع لي. فهمناها؟ انظر قال أي ادعى أنه اشترى من المودع وصدقه المودع لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي، لأن المدعي أقر بملك الغير، يعني لأن المدعي أقر، يعني أنا أقررت أن هذه مملوكة لمين؟ لمقصد، والغير أهل للملك لأنه حي، فلا يصدق في دعوى البيع على ذلك إيش الحي، بخلاف مسألة يعني في النتيجة هي فقط دعوى أنني اشتريته وأنا ليجد عندي وكالة. لو كان أنا عندي وكالة، لاحظ وكالة يعني وكالة بأن أقبض منه صار موضوع آخر، بس مرة معنا أيضا في الوكالة في الوديعة لا يؤمر بالدفع إليه، تذكرون؟ بخلاف مسألة الإرث لأنهم اتفقا على موت المودع، فكان هذا اتفاق على أنه ملك مين؟ الوارث وأنا وارث، فبالتالي ينتقل. بس في هذه أنه نحن نتفق على أنها مملوكة لمقصد، يعني نوافق على ذلك، وأنا اشتريت منه. طيب وليه؟ طيب ومن وكل بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع إليه واستحلف دائنه على قبضه للوكيل على العلم بقبض مين؟ الموكل. طيب خلينا مع بعض نقف على الصورة، أي جاء الوكيل بقبض الدين من المديون، أنا وكيل جئت لأقبض الدين من مين؟ من المديون اللي هو عزيز، صحيح؟ فادعى المديون عزيز أن الدائن مقصد قد قبض الدين، يعني أنا وكيل بالقبض أقول له أعطني دينه، قال مقصد قبضه ولا بين له، لا بين لمين؟ لعزيز. يؤمر بالدفع إلى الوكيل، القاضي يؤمره بالدفع إيش إليه، فإن حضر الدائن اللي هو مين؟ مقصد، وأنكر القبضة قال أنا ما قبضته وقال أنه إيش قبضه، يستحلف مين الذي يستحلف؟ مقصد. ولا يستحلف مين؟ الوكيل، بأنك لا تعلم أن الموكل من الموكل مقصد قد قبض الدين، لأن الوكيل نائب لائب له. فإذا يقول الاستحلاف يكون على مين؟ على الموكل، على مقصد. وطبعا الآن إذا استحلف وأنكر ما الحكم الآن؟ إذا أنكر يكون قبضي صحيح عنه، صح؟ وإذا حلف يدفع إليه إيش مرة ثانية وأنا علي أن أرد، صحيح؟
لأنه هو أصلا أنكر. وفي هذا الحال يفترض أن تكون يده يدي ليست يد أمانة، يد إيش؟ ضمان يفترض. طيب الآن هو بس يناقش الحلف كان على مين؟ الحلف على الموكل وليس على الوكيل، الحلف على الموكل. الآن صدر الشريعة يخبرنا بصورة أخرى أن الحلف ممكن يكون على مين؟ على الوكيل. إذا ادعى المديون، مين المديون؟ عزيز، أنك تعلم، أنا موكل، تعلم أن الموكل قبض الدين وأنكرت، قلت أنا لا أعلم، ينبغي أن يستحلف. في هذه الحالة أنا أستحلف، لأنه ادعى أمرا لو أقر به الوكيل لزمه. لو أنا أقررت أنه قبض، يصح أو لا يصح؟ يصح. ولم يبق له طلب الدين، فإن أنكر يستحلف. يعني يقول في الصورة السابقة يقول مقصد قبضه، فإذا المقصد يحلف. بس لو كانت دعواه ليس مقصد قبضه، لو كان دعواه أنت تعلم أن مقصد قبضه، في هذه الحالة فأنني أنا أحلف على العلم. فهمنا؟ لا، استعين بالله. كنا نناقش أنه الحلف على من يكون، الحلف على من هو، كان الكلام كله مع مين؟ مع الكلام كله مع الموكل. لأنه يقول الموكل قبضه وأنا وكيل فقط إيش؟ بالقبض، وبالتالي لا شأن لي أن أحلف إيش؟ عنه في ذلك. قال ولا يرد الوكيل بعيب، ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري. لو قال البائع رضي هو به، إيش الصورة هنا؟ ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري. لو قال البائع رضي هو به. الآن الصورة، وكل المشتري رجلا، المشتري مقصد لنقول، وكل رجل وكلني برد المبيع. هذا التليفون كان مشتريه مقصد بن عزيز، ثم وكلني برد هذا التليفون لأنه فيه عيب، وكلني برده. وكل المشتري رجلا برد المبيع بالعيب، جيد. والمشتري ماذا حصل فيه؟ غاب، ما عاد موجود. فأراد الوكيل الرد، ذهبت إلى عزيز وأقول له أريد أن أرد هذا بعيب، أنا وكيل. فقال البائع له عزيز رضي المشتري بالعيب، رضي المشتري بالعيب. فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أنه لم يرضى بالعيب. فالوكيل، انظروا، لا يرد بالعيب في هذه الحالة حتى يحلف مين؟ المشتري أنه لم يرضى بالعيب. نعم. لأنه بقول لك رضي، ولاحظ الدعوة كانت موجهة لمين؟ موكل. طب يقول والفرق بين هذه المسألة ومسألة ايش؟ المسألة الدين اللي قبلها، بس في مسألة الدين اللي قبلها انظروا ماذا قلنا، ولا بينة له في رأس الصفحة، يؤمر بالدفع الى الوكيل، يؤمر. هناك قلنا يؤمر بالدفع الى الوكيل، في مسألة الدين قلنا يؤمر بالدفع إلى إيش؟ مع أنه قال قبض دينه، مع ذلك قلنا له ادفع له مرة ثانية، صح؟ هنا في الوديعة، في الأعيان قلنا لا، يعني لا يقبل الرد بالعيب. أن التدارك ممكن في مسألة الدين باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين. إذا تبين خطأ هو مجرد وصف في الذمة، نرجع. وها هنا غير ممكن، لأن القضاء بفسخ البيع يصح وإن ظهر الخطأ عند أبي حنيفة،
لأن القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا عندهم. هاي مسألة مشهورة جدا، هل القضاء ينفذ ظاهرا ولا ينفذ ظاهرا وباطنا؟ أبو حنيفة رضوان الله عليه جعل القضاء ينفذ ظاهر وباطن، وبالتالي عندما جعل ولو كان خطأ صار قضاء إيش؟ رد، صحيح؟ وبالرد شو ماذا حصل في البيع؟ انفسخ، لم يعد عندنا إيش؟ بيع أصلا، فنفذ ظاهر وباطن وصار لازما. انظروا، فلا يستحلف المشتري بعد ذلك. ليش لا يستحلف المشتري؟ لأنه ما بقي أصلا إيش؟ ما بقي أصلا بيع، البيع كله إيش؟ انفسخ. دقيقة بس. وأما عندهما فقد قالوا يجب أن يرد بالعيب كما في مسألة الدين. ليش؟ لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء، لأنه ينفذ ظاهرا لا باطنا، وبالتالي يمكن أن ينقض لو تبين خطأه. وقيل الأصح عند أبي يوسف أنه يؤخر، هذا يعني قول جديد، يؤخر رد في الفصلين إلى في الفصلين، يعني أي فصلين؟ ذكرون الفصل الأول المال، والثاني ما هو؟ العين، حتى يستحلف. يعني في الفصلين نؤخر في قول عند أبي يوسف، هذا احفظه جديد. وقيل أصح عند أبي يوسف أنه يستحلف يستحلف في الفصلين. الآن بس المسألة هنا الصورة أظن أصبح واضحة فيها، بس الفرق هنا كنا نتكلم كيف أن في الديون يمكن التدارك، لأن مجرد أوصاف في الذمة. الأعيان هنا لأن لم في العيب لما كان ينفذ ظاهر وباطنا فإن البيع انفسخ، وبالتالي لا يبقى بعدها حق أن نحلف لأنه ما بقي بيع أصلا مول. فحتى يبقى عند الصاحبين قال إذا تبين الخطأ في القضاء فإنه ينفسخ القضاء ولا يكون الفسخ لمين؟ للبيع. وقول أبي يوسف الأخير يعني لطيف، يعني ما قال ومن دفع احكي يا محمد. هل ينفذ ديانة كمان القضاء ولا ديانة لا ينفذ؟ هي باطلا ديانة، يعني باطنا معناها ديانة. طب يعني هسه إذا حكم القاضي بأنه هذا الطلاق لم يقع مثلا، وفي الأصل في الديانة كان يقع، هل يعني خلص يعني مثل اليوم احنا عندنا طلاق الثلاث، الدولة تقر أنه واحد، فإذا هذا الرجل راح على القضاء فخلص مثلا ديانة ما قضاء. استثنوا في بعض صور استثنيت من ذلك، يعني أعطيك مثال، هاي المسألة يذكرونها بعينها محمد، انه فيما لو قضى القاضي بطلاق امرأة بعدم وقوع الطلاق المرأة ثلاثا وهي كانت وقع ثلاثا وهي مدركة لذلك، فهي لا تسلم نفسها حتى يعني يذكرون تقتل الرجل، فهمت؟ حتى لا تقع في الزنا، يعني هاي المسألة فيها حرمة قاطعة، على فهمت؟ بس يعني اسف اقراها، يعني اقراها يعني فيها مسائلها مختلفه، بس هي مساله الطلاق الثلاث الذي ذكرت يذكرها نصا، يعني انه لا تسلم لانها تعرف انها محرمه على الرجل، وبالتالي لا تسلم نفسها، يعني فلها تفاصيل، يعني المساله الظاهر والباطن فيها نوع من التفصيل. بس سامحوني بس امشي. ومن دفع الى اخر عشره ينفقها على اهله فانفق عليهم عشره له، يعني انا الان وكيل من عزيز ان انفق على اهله، اعطيهم مال يعني، واعطاني ايش؟ 10 دراهم، خذ انفقها، فانا دفعت 10 مني، لم استخدم العشرة التي اعطاني اياها، فهل استخدامي لعشرة اخرى يعتبر تبرع او يصح ان اخذ هذه مكان هذه؟ فهمناها المسألة؟ قال ومن دفع إلى آخر عشرة ينفقها على أهلي فأنفق عليهم عشرة له فهي إيش؟ بها، يعني يصح، هذا استحسان، وفي القياس يصير متبرعا بإنفاق ما هو إيش؟ ملكه. وجه الاستحسان أن الوكيل بالإنفاق
وكيل بالشراء، وأنا الآن عندما أنت وتوكلني بالشراء ألا يجوز بالشراء أن أشتري من مالي ثم أطالبك؟ فهمناها؟ فاستحسن بهذه الصورة أن اعتبرناه وكيل بالشراء، والحكم فيه ما ذكرنا أنه طالما أنا وكيل بالشراء يجوز أن أشتري بمالي وأرجع على مين؟ على الموكل. الآن باب عزل الوكيل خلاص انتهينا، هذه مفهوم آخر مسألة؟ جميل. العزل أنه الوكيل عزلناه، يعني للموكل عزل وكيله، لأن أنا أنبتك عن نفسي وبالتالي في أي وقت أستطيع أن أعزلك، صحيح؟ ووقف للموكل عزل وكيله خلاص، ووقف على علمه. تذكرون مرت معنا الأيام الماضية مسألة فيما لو وكلتني أشتري شيء بعينه لا أستطيع مثلا أن أشتريه لنفسي، لأن شراؤه لنفسي معناه عزلت نفسي عن الوكالة، والعزل لابد أن تعلم أنت أن أعزل قبل أن أعلمك لا يجوز، فهمناها؟ فأنا عندما أشتريه لنفسي أنا عزلت نفسي بس بدون علمك، فهل يصلح أن أعزل نفسي بدون علمك؟ فهمنا الفكرة كيف؟ الآن أيضا الوكيل، أنت إذا أردت أن تعزلني عليك أن تعلمني، بس الشرط أن يكون هناك. ليش تعلمني؟ لأن أنا ذهبت واشتريت لك، بعدها تقول أنا كنت عزلتك، طب من سيأخذ؟ لا. وتبطل الوكالة بموت أحدهما. الآن الأولى عزل، في العزل لابد من العلم. انتهينا. إذا هذا عزل أو هذا عزل أو هذا عزل نفسه، صح؟ لابد أن يعلم، صح؟ وتبطل الوكالة بموت أحدهما خلاص، وجنون، لأن أنا وكيل عنك وأنت مت، إذا أنت لم تعد صالحا للتصرفات، وجنونه مطبقا. لاحظ في هذه الحالة تفترض أنا بعت واشتريت عن شخص مات، يكون بيعي وشرائي لنفسي وليس له. طب أنا لا أعلم، لم نقبل هذا. إذن لاحظوا في التوكيل الضمني، آسف، في العزل الضمني لا يشترط العلم، بس في العزل الصريح يشترط العلم. لماذا؟ لأن لماذا نقولنا بهذا؟ ممكن الحقني ضرر، وارد، لأنني أنا لا أعرف موته، بس الضرر الذي سيلحقه أكبر. لماذا؟ لأن أنا الآن ممكن أكذب وأقول لا أعلم أنه مات، ثم أنا أقول هو وأنا وكيل عنه بكذا وكذا، وبالتالي أخذ أموال كثيرة وأبيع، ما فهمتم؟ وهو لا غير موجود حتى يصدقني أو يكذبني، فهمنا الفكرة ما هي؟ وبالتالي بالموت ينعزل وإن لم أعلم أنا بموته، لأن لم نقل هذا سيلحق ضرر كبير، فهمنا؟ كيف الموضوع نتابع فيه الضرر، وين الضرر؟ فهنا وجدنا الضرر أكبر لو بقيت الوكالة إيش؟ شغالة. يقول وجنونه مطبقا، كذلك لو جن مطبقا أنا أنعزل. الجنون المطبق شهر عند أبي، يعني حتى نعرف أنه مجنون مطبق أنه بقي شهر، وعنه أنه أكثر من يوم وليلة، وعند محمد حول فقدر به إيش؟ احتياطا. عند أبي يوسف شهر، عند محمد حول. طيب. ولحاقه بدار الحرب مرتدا، والعياذ بالله، شخص ارتد، طبعا الذي يرتد يقتل أو يهرب إلى دار الحرب، والقاضي يقضي بلحاقه بدار الحرب، فهمناها؟ نعم. خلص بطل. نفس الشيء. وكذا بعجز موكله مكاتب، لو في مسار موكلي كان مكاتب وأنا وكيل عنه بس لم يعد مكاتب، رجع عبد عجزة، فهمناها؟ تعجيز هي يسمونها. ومأذون، كان صبي كان مأذون ثم أخذ إذنه، عبد كان مأذون وأخذ إذنه، أصبح ولا يستطيع أن يتصرف حتى أتصرف أنا عنه. وافتراق الشريكين، مجرد الشركة فسخناها، الشركة أصلا مبناها على الوكالة، وبالتالي إذا فسخت الشركة تنفسخ الوكالة. أحيانا هذه وكالة ضمن الشركة يسمونها، أحيانا في وكالة تكون مع الشركة، يعني أنا يعني أنت شريكي ثم وكلتك، هذه لا تنفسخ من فساخ الشركة. الوكالة التي تنفسخ من فساخ الشركة هي الوكالة التي ضمن الشركة، التي تحصل بالشركة تلقائي، فهمناها؟ ففي وكالة ضمنية وفي وكالة لا أنا أوكلك.
يقول أحد الشريكين وكل ثالثا بالتصرف في مال الشركة فافترقا، يبطل الوكالة من مين؟ حتى من مين هذا؟ قال حملها على الثالث. وحتى الوكالة يعني ما شرحت أيضا صحيح، الوكالة في الشركة أيضا تكون هكذا، لأن هو فرض صورة أخرى، يعني أنا وأنت شريك وأنا وكلت شخصا ثالثا، فهمناها وكالة عن الشركة، والشركة لم تبقى إيش موجودة. وإن لم يعلم به وكيلهم، أي وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين، وبتصرف موكل فيما وكل، أنا وكلتك بأن تطلق زوجتي ثم أنا طلقتها، ماذا حصل في وكالتك؟ أنا وكلتك ببيع التلفون ثم أنا بعته، فإذا تصرفت فتصرف الوكيل الموكل صحيح؟ ما الحكم؟ إذا تصرف الموكل لم تبقى الوكالة، أي سواء لم يبقى محلا للتصرف كما إذا وكله بالإعتاق فأعتقه، أو بقي محلا كما لو وكله بنكاح امرأة، وكلتك بتزويج امرأة معينة ثم ذهبت أنا تزوجتها ثم بعد ما تزوجتها طلقتها، هل أنت تستطيع أن تزوجها لي بعد أن طلقتها؟ فهمناها؟ فنكحها الموكل ثم أبانها ثم لم يكن للوكيل أن يزوجها للموكل. كيف فرض المسألة؟ فهمناها؟ الحمد لله، هكذا نكون انتهينا من الوكالة، نكون انتهينا من المكالمة.